الأوضاع في مدينة غزة لا تختلف عن باقي المحافظات الأخرى في مدينة في قطاع غزة. الطائرات الحربية الإسرائيلية كثفت من أحزمتها النارية طيلة ساعات الليل وحتى ساعات الصباح، تستهدف كانت فيها مخيم الشاطئ للاجئين وكذلك منطقة تل الهوى في جنوب مدينة غزة، وأيضا في حي الشيخ رضوان في غرب المدينة تم استهداف منزل يعود لعائلة أبو قادوس، على إثره تم نقل عدد من الإصابات وعدد من الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي. وفي هذه اللحظات الطائرات الحربية الإسرائيلية تقوم بإطلاق صاروخ واحد تجاه مبنى بلدية غزة الأثري. إذا نتحدث عن إطلاق الآن لصاروخ واحد تجاه مبنى بلدية غزة الأثري بصاروخ واحد على الأقل، وربما تعاود هذه الطائرات إطلاق صواريخ أخرى. من كل شيء نتحدث أن الجيش الإسرائيلي كان قد أبلغ إدارة البلدية بضرورة إخلائه تمهيدا لقصفه قبل عدة أيام، ورفضت البلدية إخلائه بشكل كامل كونه مكان أثري وفيه خرائط وفيه كل ما يتعلق بسكان قطاع غزة. الآن يتم إطلاق صاروخ واحد تجاه مقر بلدية غزة الأثري في مدينة غزة. الطائرات الحربية الإسرائيلية لم توقف غاراتها بالمطلق، إلى جانب المدفعية الإسرائيلية التي تطلق قذائفها بشكل مكثف في شرق حي الزيتون وشرق حي الشجاعية، وكذلك قيام الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها ونيرانها تجاه شاطئ بحر شمال مدينة غزة وكذلك شاطئ بحر مدينة غزة. وبالتزامن مع ذلك ما زلنا نسمع أصوات اشتباكات عنيفة تجري في المناطق التي تتوغل فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غرب مدينة غزة، حيث الاشتباكات العنيفة بين عناصر القسام وكذلك القوات المتوغلة هناك، وكذلك في جنوب مدينة غزة على أطراف حي تل الهوى والتي أيضا تشهد اشتباكات عنيفة ما بين الجيش الإسرائيلي من القوات المتوغلة وكتائب القسام. نحن نتحدث عن أحزمة نارية عنيفة في المناطق التي تشهد هذه التوغلات، أيضا في إطار توفير الغطاء لهذه الآليات من أجل التقدم أكثر مما هي عليه منذ عدة أيام. الطائرات تحلق بشكل مكثف، ما بين الحين والآخر يصل إصابات وشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي. نحن نتحدث عن أكثر من 10,000 شهيد، ونتحدث عن أكثر من 25,000 إصابة، وهذه الأعداد هي مرشحة للزيادة في ظل هذه الغارات المتواصلة على مدينة غزة. طيب دعور، أفتنا أنه الاحتلال الإسرائيلي ضرب مبنى القدس في مجمع الشفاء تحديدا، يعني الطبق الأخير، ما الذي تضرر بالضبط يا دعور؟ كذلك حدثني عن قدرة المستشفى، يعني هل من إمدادات وصلت؟ أي مستلزمات طبية، أكياس الدم، الأسرة، الوقود، أي شيء وصل إلى مجمع الشفاء الطبي يا دعور أو لا حتى اللحظة؟ يعني للأسف لم يصل أي من المساعدات الإغاثية أو الغذائية أو الطبية إلى مستشفيات مجمع الشفاء الطبي أو إلى المستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة. إسرائيل تستهدف كل ما من شأنه أن يصل إلى هذه المستشفيات. الأوضاع الصحية هنا غاية في الصعوبة، تبذل الطواقم الطبية جهودا كبيرة في إنقاذ حياة المصابين. لا يوجد متسع للأطباء في داخل مجمع الشفاء الطبي من أجل تقديم الرعاية الأولية لمن يأتون من المصابين من الغارات الإسرائيلية المتواصلة. يعملون في ظل إمكانيات قليلة وشحيحة جدا للغاية، في كل دقيقة تزداد الأوضاع خطورة في داخل المستشفيات التي توقفت المولدات فيها بشكل كامل باستثناء مولد واحد يمد المستشفيات أو يمد غرف العمليات والعناية المركزة بالكهرباء حتى لا يفقد هؤلاء المصابين وكذلك الأطفال الخدج ومرضى الفشل الكلوي يعني أن يواجهوا مصير الموت، ولكن هذا متوقع خلال اللحظات والساعات القادمة في ظل عدم إمداد المستشفيات بالوقود اللازم والكافي لهذه المستشفيات. كل ما يريده الآن وزارة الصحة هو وصول هذه المستلزمات بشكل عاجل للمستشفيات، وأيضا إخراج المصابين. بالأمس كان هناك خروج من مجمع الشفاء الطبي لما يقرب من 30 مصاب إلى داخل برفقة الصليب الأحمر إلى معبر رفح البري. الصليب الأحمر هو الذي وفر تأمين هذه السيارات من أجل أن تخرج إلى جمهورية مصر العربية. ما تريده وزارة الصحة هو استمرار خروج هؤلاء المصابين إلى تلك المنطقة الآمنة. أيضا فيما عندما نتحدث عن استهداف مجمع الشفاء الطبي، هناك خشية حقيقة مرة أخرى أن يتم إعادة استهداف المستشفى مرة ثانية. كما أن إسرائيل بالأمس استهدفت الطابق الأخير في قسم الاستقبال والطوارئ، وهو الطابق ربما الخامس. هذا الطابق كان يتواجد به عدد كبير من المصابين الذين يتم تقديم العلاج لهم، تم استهداف السطح. هناك كان عدد 3 شهداء
جراء هذا الاستهداف، من بينهم طفلة خرجنا بها على الهواء مباشرة، ووالدها يحملها ويقول ما الذنب الذي ارتكبته هذه الطفلة التي نزحت إلى مجمع الشفاء الطبي والذي يتواجد فيه نحو 70,000 نازح، والأعداد تزداد بشكل كبير لأننا نتحدث عن إبادة لأحياء كاملة في مدينة غزة. شكرا جزيلا لزميلي مراسل الغد محمد الدعوة.